وعلى غير العادة الجميع يتبنى الضرب والاستهداف. الغارات في سماء فلسطين وصوت الطبول وقصائد المقاومة تسمع في بلدان المحور. ليس الهدف فقط غزة. من غزة سوف تتغير الخريطة السياسية في الشرق الأوسط وربما إلى أوسع من الشرق الأوسط في المنطقة وربما أوسع. ما يحدث حتى الآن ما لا يمكن حسابه على أنه حرب. عندما يرمي حزب عندما أولا إيران هي المركز وتسأل إيران قبل أن نسأل الحوثيين ولا الفاطميين ولا حزب الله. إيران هي الأساس. وإيران أشرت في برنامجك وفي لقاءات عديدة أنها تبني إمبراطورية لن تضحي بها وهي داخلة في حالة مساومة استراتيجية مع الولايات المتحدة. لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع وحزب الله لديه من الصواريخ ما يستطيع أن يدمر به تل أبيب؟ حزب الله في 25 يوم شغل 105 كيلومتر، قتل من الصهاينة 120 بين ضابط وجندي، أخلى المستوطنات جميعها. مين اللي يقول الكلام ده؟ يا أخي اسمحني، نحن عم نقول بدون مقاطعة رجاء دكتور سمير. المقاومة والعدو الإسرائيلي منذ قليل أصدر بيان واضح بأنه تلقى خسارات كبيرة على الجبهة الشمالية وأنه طيب. يخشى أن لماذا يعد والإعلان الذي صدر من قبل المقاومة الإسلامية في العراق عن طريق الشيخ أكرم الكعبي وقال نعلن الحرب في يوم الجمعة ليس مستبعدين أن تكون خيارات وحدة المصير حاضرة لدى حزب الله ويعلن الحرب. إدراكا منه أن مسألة الانتظار إلى حد إنهاء حماس سيجعل الجبهة ساكنة وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تناور على الجبهة الشمالية بكل قدراتها. فلذلك سيشترك إدراكا منه أن الاشتباك على جبهات متعددة لإسرائيل قد يضعفها.